أريد إن هو يبقى فيه يعني مجتمعات حتى من خلال الفيسبوك، إن هما بيعملوا مجتمع معين، صفحة تحريضية بتبدأ الأول بالنصايح، بعدها تبدأ الخطوة التانية بإيه مشاكلكم، طب يلا نتعلم من مشكلة كل واحد، انكشفت مشاكلنا على بعض، إيه اللي هيزود فيها واللي هيقول إن هي اتحلت بطريقة معينة، هنلاقي الموضوع في الآخر قلب يعني تسخين وتحريض، وكمان إن أنا بقول تعمل إيه من أساليب العنف تتبعيها، فالكلام ده كله محتاج حاجة بسيطة جدا، محتاج مراقبة. عندنا مباحث الانترنت النهاردة انت تشوفي كل واحد بيعمل ايه، نبدأ نحط اجهزة تابعة لمباحث الانترنت، احنا نقدر كل جهاز شرطي نعمله جهاز اخر يراقب اي تجمع. زي ما النهاردة لما انا عايز انزل اعمل تجمع معين في مكان باخد اذن، يبقى اخد اذن برضو الصفحة دي عاملة زي مراقبة من مين، الادمن مين بتاع الصفحة، هدفه ايه، يتم عليه عمل التحريات اللازمة. ده المفروض أي تجمع، لأن تجمع بسيط ممكن يكبر، ممكن يخرب الدنيا، وممكن يخرب عقول، وممكن ينضم ليه فجأة. أنا أعرف جروبات يعني في يومين ثلاثة مش عارفة اسمه كان نادي إيه، النادي ده فجأة ارتفع مش عارفة أسبوع ولا حاجة، فترة بسيطة جدا ارتفع لعدد كذا مليون، كذا مليون واحد اشتركوا فيه، فما فيش ده اللي ده اللي ده، يبقى احنا كلنا وسموه اسم ملفت ان ده للمجتمعات الراقية، نادي المجتمعات الراقية، كله يا سلام جات لنا الدعوة نعمل الانفيتيشنز، كله بعت لبعض دخلوا في ده في المجتمع ده. المجتمع ده اصبح ايه؟ المجتمع ده اصبح مدمر. يعني فعلا انا بقيت ادخل على لا حاجات احنا مش في مصر كده، احنا لا يستوعبه، وفعلا اتقفل بعد فترة. يبقى معنى كده ان هو صيته عالي جدا فاتقفل، لان فعلا اصبح في مشاكل يعني ممكن تهدم اسر ودولة وتهدم كل حاجة. يبقى احنا النهاردة في رقابة، احنا بنسعى دايما ان احنا نحط الحلول اللي هي ما نجمعش فيها الناس بالافكار الوحشة، نجمع بقى الحاجات التانية، منتدى علمي نبدأ نعمله، ثقافي، اوبرا، يعني خلينا في الاتجاهات اللي هي تخلي الواحد ريلاكس يكمل حياته بريلاكس، مش بالظبط، ونشيل اخر العقوبة. يبقى معنى كده ان الحل موجود، اشرع نصوص جديدة في قانون العقوبات، تعاقب على ايه؟ تعاقب على حاجات بقى تخص الأسرة، تخص الطفل، تخص الإشاعات، تخص التحريض، فأبدأ أحطها، أبدأ أقول في جريمة للمحرض، مش مجرد إن هو يعاقب عقوبة الشريك أو الفعل الأصلي، أحط له نص خاص. فده الميزة إن احنا النهاردة نبقى ملمين بقانون الأسرة، قانون العقوبات، القانون المدني، فلما نعمل الكوكتيل ده هنقدر نطلع بنتيجة كويسة، وأنا شايفة إن القانون أهم حاجة فيها. في حاجات تانية زي ما قلت السوشيال ميديا، الإعلام وكده، بس لازم برضو القانون، لازم المواد تعاقب اللي بيطلع في أفلام أو بيعمل أفلام بتسيء للشباب، اللي بتعلم البلطجة والعنف، نحط له بقى نصوص، مش مجرد هنلغي لك فيلمك أو الرقابة رفضته، لأ يبقى في عقوبة. يبقى المنتج خايف على فلوسه، خايف على حريته، الممثلين نفس الحكاية، كل ما نشترك في العمل التمثيلي خايف من العقوبة.